مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. احنا معانا دلوقتي فنان هو ادى للفن الكتير، كمان قدم الكتير لزملائه من الفنانين كونوا نقيب لنقابة المهن التمثيلية. بيعتبروا الكتير الاب والاخ والسند ليهم، فاحزان زملائه موجود قبل افراحهم. طبعا ده الامر اللي خلى كتير جدا من ابناء مهنته اتاثر بلحظات سجوده وتأثره خلال تكريمه في مهرجان العربي للمسرح بالمعهد القومي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون. احنا بيشرفنا يكون معانا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في فقرتنا الخاصة. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بشكتك. أهلا بيك. عايزين في البداية يعني تقول لنا، أولا بنبارك لك طبعا على التكريم، وعايز يعني أعرف شعورك إيه بالتكريم ده. المشهد كان مؤثر جدا لينا كلنا. والله الحمد لله، ويعني يعني أنا والله لا أستحق كل هذا، لكن يعني هم شايفين ده، فأنا بشكرهم جدا جدا جدا. بس أنا كنت مصدق اللي بعمله ومؤمن اللي بعمله، والحمد لله يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني يا رب نكون منهم. الناس بتسأل ليه بكيت وسجدت وقت تكريمك، المشهد ده يعني إيه اللي خلاك توصل له؟ لا ما عرفت، والله ما عرفت، انا فوجئت باني بعمل كده، وده حق ربنا وحق المكان وحق كل حاجه يعني الحمد لله. طيب يعني برضو واحنا بنتكلم عن المشهد واحنا دلوقتي بنتابع صور من لحظه تكريمك، كان جنبك وقتها اختك الفنانه ماجده زكي، عايزك تكلمني عن دورها معاك ووجودها كمان في اللحظه دي. لا بالنسبة لي يعني تجاوزت مرحلة انها اختي، هي امي من زمان من ساعة ما والدتي توفت، وهي يعني تتألف لألمي وتفرح لفرحي. هي يعني يعني بالنسبة لي كل حاجة، وانا بالنسبة لها كل حاجة. وكمان في نفس المشهد في زوجتك الفنانة الجميلة روجينا. روجينا رفيقة الكتاب بقى، واستحملت كل حاجة وعانت معايا ورحله كبيره يعني انا وهي قضيناها مع بعض. يعني يعني اتمنى ان ناس كتير من الشباب يعني يعني يتعلموا من رحلات الناس اللي زينا، يعني او يعني ازاي قدرنا نستحمل وازاي قدرنا يعني نتجاوز. قالوا لك ايه يعني قالوا لك ايه بالذات بالظبط الفنانه الجميله ماجده زكي والفنانه روجينا، قالوا لك ايه بعد تكريمك وقتها؟ هم المشاعر يعني كان بالتأكيد. احنا كمان عايزين نتكلم اكتر عن بداية دخولك مجال التمثيل ودراستك للفن. الناس طبعا بعد المشهد ده بقت عايزة تعرف اكتر عن بدايات حضرتك و الطريق اللي مشيته ودخلت بيه مجال التمثيل. والله هي الموضوع تلخص في المدرسه، المدرسه كانت عنصر مهم جدا جدا. قدرت في المدرسه يعني الحمد لله يعني يعني الاقي هويتي يعني زي ما بيقولوا، وبتدرج ده لغايه ما دخلت المعهد العالي للفنون المسرحيه واتخرجت وتعلمت من المدرسه. وقت ما كنت بتدرس في المعهد معهد الفنون المسرحيه كان ده حلمك ان انت توصل اللي وصلت له النهارده؟ بص انا اتعلمت ان الاحلام ملهاش سقف وكل واحد على قد حلمه. صحيح. الحمد لله يعني انا شفت المشهد وحققته الحمد لله. دلوقتي لما بتبص على مسيرتك الفنيه وكمان دورك الكبير جدا في نقابه المهن التمثيليه، بتحس ان انت عملك النقابي جه شوية على أدائك التمثيلي والفرص اللي أخدتها قدام الكاميرا قدام كاميرا في السينما أو التلفزيون؟ طبعا بلا شك، يعني لازم أعترف بدوت، لأن التمثيل ما بيحب الشريك، وأنا اللي اخترت وأنا مسؤول عن اختيار. ومبسوط دلوقتي بهذا الاختيار؟ الحمد لله، مش ندمان خالص، وليس لدي ما أسجل منه. يعني لو الوقت مرجع يعني لو الوقت رجع بيك ما كنتش هتقول لا انا هدي وقت اكتر للتمثيل، هدي وقت اكتر للادوار الفنيه؟ بص انا مبسوط جدا باللي انا بعمله، ولو الوقت رجع تاني هكمل زي ما عملت يعني.
شاء الله، الحمد لله. الحمد لله. الفنانة يعني روجينا أكيد زي ما حضرتك قلت كانت بتدعمك طول الوقت، أنت كمان بقى إزاي بتقدم لها الدعم؟ هي يعني بتعمل أدوار مهمة جدا كل سنة في المسلسلات وكمان في الأفلام، فعايز أعرف برضو دورك يعني النقابي وكمان خبرتك الفنية إزاي بتساعدها؟ بس روجينا طبعا خريجة المعهد وكافحت ودرست واجتهدت، ومن بدايتها اشتغلت مع كبار المخرجين يعني، وانا كتير قوي في المساعده، لان هي مثلا ممكن تستشيرني تاخد رايي لا يتعدى حدود ذلك يعني. طيب دلوقتي وحضرتك يعني بقالك سنوات طويلة نقيب الممثلين، نقيب المهن التمثيلية، لو ممكن تدي جايزة لأفضل ممثل في الفترة الحالية ممكن تكون لمين؟ فيها العادل امام ومن رئيس. الجيل الشباب؟ لا الشباب كلهم يعني، ما عنديش حد يعني اقدر اختاره عن حد، كلهم قدروا يغيروا مفهوم الدراما، قدروا يصعدوا بالدراما المصريه يعني قفزات غايبه يعني. طيب دلوقتي برضو بما انك عندك خبرة كبيرة جدا في هذا المجال ونقيب المهن التمثيلية، شايف ان الفن في الفترة الحالية في افضل حالاته ولا مش في افضل حالاته؟ لا هو بيحط الثاني في ازدهار. في ازدهار دلوقتي. ايه اللي مخليه في ازدهار؟ يعني ايه العناصر اللي دخلت عليه دلوقتي خليته في ان ازدهار؟ الشاشه اتغيرت، الكادرات اتغيرت، الموضوعات اتغيرت، في مخرجين معاهم لغه جديده، في كتاب برضه افكار جديده تتواكب والمتغير اللي احنا فيه. فطبعا يعني ستظل مصر هوليود الشرق يعني. طيب في آخر 2020 وإحنا خلاص بنختتم السنة اللي كانت صعبة بالتأكيد علينا كلنا، مين افتقدته في 2020 دكتور أشرف؟ انا افتقدت ناس كتير يعني، كتير قوي قوي قوي. افتقدت محمد خالد الداوي، افتقدت دكتور حكي العزبي، دكتور حسن عطيه، دكتور عبد الرحمن السعودي. لا افتقدت كتير يعني، الذاكرة مش ساعتين. طيب احنا كمان عارفين انه حضرتك كنت بتشغل منصب في نادي الزمالك ودي من الادوار اللي كنت بتقوم بيها في وقت من الاوقات، هل ممكن تترشح لمنصب في نادي الزمالك الفترة اللي جاية مرة تانية؟ يعني لكل حديث حديث يعني. طبعا النادي دلوقتي في ازمة، فيعني بقول لك على حاجة، احنا اعضاء نادي الزمالك المخدمين، هي مش شرط نترشح، لكن اي دور هنكلف فيه احنا تحت امر النادي. بالتأكيد. هل في أي تواصل معاهم في الوقت الحالي أو في أي نوع من ال لا خالص، مفيش لا خالص، تواصل؟ لا خالص. طيب بما إنك بقى يعني من جمهور النادي المخلص زي ما حضرتك قلت، مين اللاعب اللي نفسك تشوفه في نادي الزمالك الفترة اللي جاية؟ لاعب من بره الزمالك يعني؟ آه بالظبط. لا يعني انا كنت زمان بتمنى ان عبد الله السعيد يعني، عبد الله السعيد. يعني كنت بتمنى قبل ما ينتقل النادي الاهلي، وده زعلني جدا نفسي يروح الزمالك يعني. واحنا برضو بنختتم 2020 ومع المشهد الجميل اللي كل الناس تفاعلت معاه بتكريم حضرتك، ايه اللي لسه ما حققتوش ونفسك تحققه خلال السنوات اللي جاية؟ اولا على المستوى الشخصي وعلى مستوى النقابة ومستوى الفن في مصر وعلى مستوى يعني الكارير بتاعك انت شخصيا التمثيلي. بص يعني بلا شك ان الاحلام سقفها مفتوح، لكن انا راضي عن ما حققته يعني. لو كانت دي نهايه مشواري فالحمد لله انا عملت اللي قدرت عليه، واذا كان في العمر بقيه يعني بلا شك هيبقى هناك افكار اخرى وهناك لغه اخرى وهناك احلام اخرى. لكن انا قنوع جدا، واعتقد ان قفل القوس يمكن لغايه هنا قد يكون مرحله موفقه يعني. لا لا احنا اكيد ما بنتمناش قفل القوس في هذه المرحلة، ان شاء الله ان شاء الله يعني العمر الطويل وكمان العمر المهني الطويل لحضرتك. يعني قول لي طيب في 2021 نفسك تعمل ايه؟ في حاجة محددة نفسك تعملها؟
والله انا قلت لك يعني الافلام كتير لكن يعني نفسي ان معاش الفنان المصري وتكريم الفنان المصري يعني يبقى في مكانة اخرى. ده بالنسبة للنقابة، المعاش من القضايا المهمة جدا. طبعا احنا ونفسي الملكية الفكرية، الحق الأداء العلني نقدر نحققه. المعاش والملكية الفكرية. احنا بنشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا على كل التفاصيل اللي اتكلمنا فيها النهاردة. بنبارك لحضرتك مرة تانية على تكريمك، المشهد كان مؤثر جدا، وبنتمنى تكون معانا قريب بإذن الله على تلفزيون اليوم السابع من داخل اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنشكر كل متابعي تلفزيون اليوم السابع على متابعتنا في هذا اللقاء. من إعداد محمد محسوب، وكنت معكم فيه هشام عبد التواب. شكرا جزيلا ليكم وإلى اللقاء.